في نهاية حديثنا نعرج على الأزمة الروسية الأوكرانية يا أستاذ عبد الحليم، وعندنا مجموعة من المعلومات. يعني مسؤول روسي أعلن تدمير ثلثي دبابات أبرامز الأمريكية في أوكرانيا، ولكن زيلينسكي أعلن أنه يستعد لتقديم ما يسميه خطة النصر الأوكرانية لنظيره الأمريكي. الاتحاد الأوروبي أعلن عن قرض لأوكرانيا بقيمة 39 مليار دولار لإعادة بناء اقتصادها. يعني اجمل لنا الأحداث كده يا أستاذ يعني عبد الحليم. بصفة عامة، ما يجري في الميدان الأوكراني هو حرب ذات طابع عالمي تجري في أوكرانيا، هذا ليس جديدا. اندفاع الغرب عموما الأوروبي والأمريكي إلى تقديم أسلحة ومعونات وغيره أصبح تحصيلا لحاصل. ثلاثة، ذهاب الرئيس الأوكراني زيلينسكي للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ومعه خطة النصر كما يسميه، معه خطة ما يسميه خطة النصر، العنصر الأساسي فيما يسميه خطة النصر. أعطوني صواريخ قادرة أو اسمحوا لي باستخدام صواريخكم القادرة على الوصول إلى العمق الروسي، ده العنصر الجوهري، وبذلك نرغم روسيا على وقف الحرب وندخل في اتفاق سلام. هذه خطة النصر. طبعا هذه يعني خطة على قدر عظيم من السذاجة. ليه؟ لسبب بسيط، أنه التصريح باستخدام صواريخ غربية قائم منذ فترة، وهي تستخدم على الأقل في القرم شتورم شادو وسكالب الفرنسية، وأتكامز الأمريكية استخدمت أيضا في القرم. اثنين، أن الهجمات على العمق الروسي قائمة وفيها هجمات أثرت في العمق الروسي، كهجمات تمت بالمسيرات الانقضاضية أو المسيرات الانتحارية على مستودعات مخازن سلاح روسية ضخمة ودمرت كثير منها دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير الحقائق على الأرض. الحقائق على الأرض في مجموعها فيها من الزاوية التكتيكية تقدم عسكري روسي، فين؟ في الدونباس بالذات، في غرب دونيتسك، باتجاهات بوكروفيسك وميرنوغراد وأوغليدار تحت وكونستنيفكا وغيرها، وأيضا في اتجاه كوبيانسك في خاركيف، وأيضا في كورسك. في كورسك يتصرف الروس فيما أرى على نحو يشبه ما تصرفوا به في شرق أوكرانيا، اللي هي فكرة القضم التدريجي. آخر ما تابعته من تطورات أنه حجم المنطقة التي استعادها الروس من كورسك أو من منطقة التوغل الأوكراني في كورسك هو 392 كيلومترا، مع وجود طبقا لتصريحات أمريكية ولا تصريحات روسية؟ طبقا لتصريحات أو المصادر الروسية زائد 20 كيلومترا مربعا يسمونها بالمنطقة الرمادية. إذا أخذنا بهذه الأرقام ورجعناها على التصريحات الأمريكية أو أرقام المخابرات المركزية الأمريكية، هذه نصف المساحة التي توغل فيها الأوكران. إذا أخذنا بتصريحات الأوكران أنفسهم التي تتخطى مش 770 كيلومترا مربعا كما يقول الأمريكون، بل أكثر من 1000 كيلومتر مربع، فنحن بصدد نحو 40% إلا قليلا مستعادة من هذه المساحة. يبدو أن الروس غير متعجلين، يعني فيبدو الروس في غير تعجل. ليه؟ لأن الطبيعة الطبوغرافية للأرض في كورسك كما هي أيضا في 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 بعض مناطق الشرق الأوكراني إنها نفس الطبيعة. الطبيعة أولا فيها مناطق زراعية مفتوحة وغابات وقليل من التجمعات السكنية. أهم تجمع سكني موجود تحتل أوكرانيا في قلب كورسك هو سوجا، اللي هي شبه مدينة، وسوجا هي العلامة. إذا دخل الروس إلى سوجا انتهت قصة التوغل. وفي نقطة أخيرة قبل ما نختم، فصل الشتاء داخل يا أستاذ عبد الحليم، فصل الخريف هيسقط تسقط معه أوراق الأشجار، تصبح القوات التي تختبئ في ظلال هذه الخضرة السابغة مكشوفة، ومن ثم ستزيد فرص اصطيادها. أيضا عهدت هذه الحرب كما عهدت ما قبلها من حروب فكرة أن الروس جنرالات حروب الشتاء، والشتاء داخل. فلا أعرف عن أي خطة نص، عن أي نصر يتحدث الرئيس الأوكراني. هو لديه تصريح ليس صحيحا أن الغرب يمتنع عن التصريح له بضرب العمق الروسي، بس هو يقضي وقتا في ابتزاز مزيد من ابتزاز الغرب. كلما أخفق
يقول لو أعطيتموني أنا جنت 14 لواء جديدا لم أستطع تسليح سوى 4 لواءات بأسلحتكم، أعطوني ما يكفي وهكذا. فهذا جدال متكرر، وأعتقد أنه نحن داخلون إلى الانتخابات الأمريكية بعد أسابيع قليلة جدا. فيما كيف تنتهي هذه الانتخابات إلى ما تنتهي، لا أعتقد أنه سيفترق الأمر كثيرا، وإن كان في حالة فوز ترامب سوف يتوقف هذا السيل من الدعم الأمريكي، وبالتالي يصبح أو تصبح أوضاع زيلينسكي أسوأ كثيرا.